يوم القدس العالمي لعق على ألسنتنا، إذا محصنا بالتطبيع كشفت حقيقتنا، والقدس عروس عروبتنا. إذا قال أنصار الله فصدقوهم، فإن القول ما قالوا. سياسة الإلهاء في العراق مستمرة، هو صراع من أجل البقاء. ابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم. يوم القدس العالمي الذي كان الإمام الخميني الراحل قد أعلنه في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك على الأبواب. هذا اليوم في الحقيقة هو يوم مفصلي، ليس فقط في موضوع الصراع، ما يسمى بالصراع العربي الإسرائيلي، أو ما يسمى أيضا بالقضية الفلسطينية التي تحولت تدريجيا إلى المسألة الإسرائيلية، لإعطاء انطباع أو للترويج لفكرة أن الصراع هو من أجل حدود، اختلافات حدودية، وأن هذا الكيان اللقيط أصبح أمرا واقعا. لكن الإمام الخميني بعد انتصار الثورة الإسلامية، بل وحتى قبل انتصار الثورة الإسلامية، كان يولي اهتماما كبيرا مع كل المراجع الدينيين، خصوصا في النجف الأشرف، أهمية كبيرة لموضوع فلسطين ولموضوع القدس الشريف. بعد انتصار الثورة الإسلامية، الإمام الخميني أطلق هذه المبادرة في شهر رمضان المبارك، ويكفي أن نلقي نظرة على ما قاله الإمام الراحل فيما يتعلق بدعوته إلى يوم القدس العالمي. قال: أدعو عامة المسلمين في العالم والدول الإسلامية للتضامن والتكاتف والتآزر من أجل قطع دابر هذا الكيان الغاصب وحماته. إنني أدعو المسلمين كافة إلى إعلان آخر جمعة من شهر رمضان التي هي من أيام القدر، ومن الممكن أن تكون حاسمة في تعيين مصير الشعب الفلسطيني يوما للقدس، وأن يحتفلوا به ويعلنوا عن تضامن المسلمين الدولي في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. دعوة الإمام أرست معادلة جديدة، هذه المعادلة الجديدة تكشف كل دعاة التطبيع مع هذا الكيان الغاصب. أولا، أعادت الصراع إلى حقيقته، أعادت الصراع إلى هوية، أعطته الهوية الحقيقية، هوية إنسانية وهوية دينية أيضا. فلسطين ليست، ويعني القدس طبعا هي الواجهة والرمز، لكن الموضوع هو موضوع فلسطين، هي ليست متعلقة بدول عربية ولا تخص فقط الشعب الفلسطيني، لأن القدس التي يقولون القدس عروس عروبتنا هي لجميع المسلمين ولجميع إنسانية في العالم، لكل من يؤمن بالله، للمؤمنين بالله من الشرائع السماوية جميعا، خاصة الشرائع الثلاثة، اليهودية طبعا، المسيحية والإسلامية. بس هي في النهاية، بما أن الإسلام هو خاتم الشرائع، إن الدين عند الله الإسلام، فهذه القدس هي عروس الأمة، عروس الأمة الإسلامية برمتها، وعروس الإنسانية في العالم، إن كانت هنالك ادعاءات بأن الإنسانية ما تزال. فمجرد إحياء يوم القدس هو تذكير بالمعادلة الأساسية، وفضح أيضا لكل دعاة التطبيع. أنا بعد ما نحتاج، حتى في العراق على سبيل المثال، العراق
ما نحتاج إلى قوانين لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في ظل وجود قوانين نافذة. نراجع القوانين النافذة، العراق لا يزال يعتبر الكيان الصهيوني دولة محاربة، لا يعترف بأصلا، لا يعترف بوجودها، ويعتبر بالمادة 201 من قانون العقوبات رقم 111، يعتبر العلاقة مع الكيان الصهيوني، الدعوة، أي نوع من أشكال هذه العلاقة عملا مجرما يجرم عليه القانون، ويحكم يعني يدان بالإعدام كل من يدعو إلى أو ينضم إلى جماعة أو يدعو إلى الفكر الصهيوني وغير ذلك. فإذا احنا ما نحتاج إلى قوانين جديدة، احنا نحتاج إلى تطبيق القوانين الحالية والالتزام بما أمرنا به الله سبحانه وتعالى، وإحياء يوم القدس يعني بكل تفاصيله. صحيح يوم القدس أصبح عبئا على المطبعين في الوقت الحاضر. الآن هنالك دعوات أو انزعاج عندما يخرج الآن في العراق، لاحظتم في السنوات الماضية عندما تخرج مظاهرات لإحياء يوم القدس، تبدي هاي عملية الاتهامات والإساءات والتخوين، وضافوا لها الذيول والتبعية وغير ذلك من الأمور حتى يتم إفراغ معنى الصراع مع الكيان الصهيوني من محتواه. وخلي نحكيها على بلاطة بكل صراحة، الجهات التي أو الأطراف أو الأشخاص الذين يرفضون التطبيع مع الكيان الصهيوني ويعتبرونه عملا محرما بل خطرا على مستقبل العراق وعلى وحدته وعلى سيادته وعلى حضارته وعلى ثقافته وعلى دوره الذي يفترض أن يلعبه كما لعبه سابقا. يعني احنا في الحكومات السابقة الملكية الجمهورية مع وجود خيانات ومع نعرف طبيعة يعني كيف نشأت تلك الأنظمة في ظل الانتداب البريطاني، كيف جاء البعثيون إلى السلطة مرتان على ظهر دبابة أنجلو أمريكي، القطار هذا كلامهم، جئنا بقطار أنجلو أمريكي، والآن الساحة السياسية العراقية يديرها الأنجلو أمريكان، العسكر، القوة العسكرية بيد أمريكا بشكل أساسي، قواعد ما تزال موجودة. في نفس الوقت توجد هنالك الملف السياسي يوجد بيد البريطانيين، وكأن الانتداب مرة أخرى يعود. في تلك الفترة ذهب عراقيون يقاتلون من أجل تحرير فلسطين، ولا تزال هنالك قبورهم شاهدة في فلسطين المحتلة. الآن هذا الذي يزعم بأنه يرفض التطبيع، وأول شيء لازم يرفض إعادة تجنيس اليهود الذين هم في فلسطين ومنحوا الجنسية الإسرائيلية. هذا عمل يعني ما يصير. يعني أنت شلون تجي مثل ما الواحد يجي يدعو إلى أو يعني إلى صيام الأيام البيض من شهر رمضان، في رمضان هو انت تصوم اوتوماتيكلي، يجي واحد يقول لك يابا انا احث على صيام الايام البيض من شهر رمضان 13 و14 و15 وانا جاي اصومها في شهر رمضان. اللي يرفض التطبيع لازم يتحالف مع اولئك الذين يرفضون التطبيع واثبتوا ذلك على الارض. مو انا ارفض التطبيع وأتحالف مع الطراف وقع بعضها على التطبيع أعطاه تعهد، وأطراف موجودة في كردستان تتعامل مباشرة مع الكيان الصهيوني مع الموساد علنا. هسه تجي تقول لي والله لجنة التحقيق قالت كذا وكذا عن استهداف أربيل، وهي هاي الكيان الدولة الصهيونية غير الشرعي، هي تعترف بأن احنا عندنا وجود
في أربيل وفي شمال العراق وفي أماكن عديدة، وهذا الوجود زاد وترسخ وتكثف بعد سقوط النظام السابق ومجيء القوات الأمريكية وباقي قوات التحالف. تريد تواجه التطبيع؟ ضع يدك بيد كل أولئك الذين يرفضون التطبيع حتى تكون عندك قوة. حتى قضية قانون تجريم التطبيع، شلون تقدر؟ لنفترض جدلا، يعني فرض المحال ليس بمحال، تريد السن يعني هذا مثل هكذا تشريع، ولحد الآن لا يوجد تشريع يعارض المادة 201 بالمناسبة. أما تقدر، ليش؟ لأنه أنت أقلية في بحر من أولئك الذين هم لديهم علاقات مشبوهة. إذا تريد أن تواجه التطبيع أيها العراقي المخلص، وإذا تريد أن تثبت فكرة أن القدس بالفعل عروس عروبتنا، عروس إنسانيتنا، فضع يدك بيد كل الذين يرفضون التطبيع في الداخل وفي الخارج. مو إيران برا برا، إيران إمام الخميني، الإمام الخميني، إيران التي حولت السفارة الإسرائيلية إلى سفارة فلسطينية، أول دولة في العالم حولوا، ماكو دولة فلسطين، حتى ضفة غربية وسلطة فلسطين ما كان موجود، لا، سفارة دولة فلسطين. أجلها برا برا. إذا قال أنصار الله فصدقوهم فإن القول ما قال أنصار الله. هذه قضية الهدنة. طبعا تعرفون جيدا إخواني وأخواتي أن العراق يتأثر ويؤثر بكل التطورات والأحداث الإقليمية بل وحتى الدولية. بعد أزمة أوكرانيا والتدخل يعني الروسي والتدخل الأوروبي الغربي الأمريكي الناتو، حصلت هنالك أولويات كثيرة تدفع الإدارة الأمريكية لأن شوية فيما يتعلق بالملف السياسي تعطيه إلى الحكومة البريطانية في العراق أنا أتحدث. وفي نفس الوقت يشجع هذا أيضا الولايات المتحدة الأمريكية على أن أيضا تدفع باتجاه أن يحصل هنالك تفاهم إقليمي بين إيران وبين المملكة العربية السعودية، لأنه انعكاسات ذلك الإيجابية والسلبية تؤثر على الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وعموم الدول الناتو والغرب بشكل عام في الصراعات الجديدة الموجودة في العالم، يعني في قضية أوكرانيا، المواجهة مع الصين، وهي المواجهة الكبيرة. ترى بالمناسبة أنتم جاي تشوفون الآن هذا الجزء الظاهر من جبل الجليد في الأزمة الدولية. لا لا، الصين لا تزال يعني تقاطيق هنا وهناك، شوية تصرح هنا شوية تحكي هنا. الصين بعدها لم تدخل بقوة في موضوع هذا الصراع الدولي، بس هي تشكل صداعا كبيرا للولايات المتحدة الأمريكية. أفغانستان، ليش تشوفون الآن في أفغانستان هنالك تصعيد كبير ولافت في المجازر الدموية التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي بدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية ودول إقليمية معروفة في المنطقة، مثل ما دعمت داعش في العراق في المملكة العربية السعودية ودول أخرى تعرفوها زين. كل هذه الصراعات وكل هذه الأزمات الآن يعني جاي شوية تدفع بالولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تغير من بعض الأولويات. وشفتوا موضوع الهدنة الذي حصل في اليمن، التي حصلت في اليمن. طيب،
أنا قلت لكم سابقا وأقول مرة أخرى وحطوها في بالكم، المملكة العربية السعودية هي تريد بأي شكل من الأشكال الخروج من هذه الورطة الموجودة في اليمن واللي هي تورطت بيها، بس العقلية هاي العرباوية، ما أقول العربية، هاي العقلية هو خسران ويصيح أنا منتصر، هم سلموا فلسطين ويصيحون إحنا فلسطين جاكي جاكي حزب البعث الاشتراكي، وهاي الشعارات اللي أكل الدهر عليها والشرب. تريد الآن بعد أن خضعت للأمر الواقع ورضيت بهدنة، بس تريد تحقق انتصار بأي شكل من الأشكال على الأخوة في أنصار الله وحلفائهم في اليمن، في صنعاء تحديدا. وطبعا عندها خلاف مع الإمارات، عندها مشكلة في الجنوب أيضا. فلهذا تشوفون هنالك تعثر في موضوع الهدنة، دائما انتهاكات مستمرة من قبل المملكة العربية السعودية في قضية فتح مطار صنعاء، موضوع الموانئ لا يزال هنالك تعثر، يعني دائما المملكة العربية السعودية تحاول أن توجد عقبات، مع أنها على الصعيد الإقليمي تخضع للإرادة الأمريكية، والآن هي تجري مفاوضات مع العراق، مع إيران في داخل العراق في بغداد. ويعني شفتوا الجولة الخامسة الأخيرة التي جرت بين الطرفين السعودي والإيراني، شوية حققت بعض الانفراج، وأكو كلام أنه قد في الأيام القليلة القادمة يحصل هنالك اجتماع على مستوى وزيري الخارجية السعودي والإيراني، والانتقال من الملفات الأمنية اللي الآن تعالج، وطبعا على رأسها الملف الموجود في اليمن. اليمن يعتبروا ملف أمني المملكة العربية السعودية، لأن يخافون من تطوراته، للانتقال إلى ملفات سياسية. الأعذار التي تقدمها المملكة العربية السعودية في قضية استمرار الحصار على مطار صنعاء، يعني لا يقبلها العقل السليم. هي منها تتفاوض ويا الإيرانيين وتجلس مع الإيرانيين اجتماع على مستوى كبير، يعني نائب سكرتير عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني مع رئيس جهاز المخابرات العامة السعودي يجتمعون في بغداد. طيب في نفس الوقت شو يقولون؟ هاي الطائرات أو الطائرة التي تريد أن تنطلق من صنعاء للأردن، وبعدين يعني هم يريدون هكذا يحطون واسطة منطقة مثل ترانزيت، يقولون أنصار الله يريدون يهربون فيها المستشارين الإيرانيين. طيب أنت ليش ما تخليهم يصعدون بالطائرة ويجون للأردن وتعتقلهم؟ اعتقلهم. أنصار الله يقولون، مو أنا أقول، وأنت مو تقول، مثل كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ماشي، إذا فيه مستشارين اسمح لهم يطيرون وتلزمهم بتعتقلهم، أو خليهم يفوتون حتى لا يبقى المستشارون في صنعاء ويقدمون المشورة لأنصار الله ويفيدوهم. تريد تضعف قوة أنصار الله؟ يلا ساهم في إخراج المستشارين العسكريين الإيرانيين. أعذار، يعني عذر أقبح من فعل. فحقيقة أنا سمعت من بعض الأخوة في أنصار الله معلوماتها متحليل، يقولون إذا استمر الوضع بهذا الشكل هدنة شنو فائدتها؟ يقول إحنا وافقنا على الهدنة ونحن أقوياء وعندنا قوة عسكرية وجاي نضرب بالعنق السعودي، وعندنا بنك من الأهداف التي نستهدف بها حلفاء المملكة العربية السعودية، وافقنا على أساس أنه الجانب الإنساني نساعد شعبنا في أن ننقل الجرحى، ننقل المرضى، يسافرون للعلاج، يصير شوية حركة اقتصادية، حركة يعني الناس تتنفس، الناس مع ملاحظة
أن اليمنيين وخاصة أنصار الله، وخاصة أنصار الله وحلفائهم، كلهم يعتبرون أنفسهم مقاتلين، مقاتلين مع أنهم مدنيون، لأنهم كلهم مستهدفون من قبل العدوان السعودي والآلة العسكرية العدوانية السعودية. يقول لك أنا ميت ميت، فأروح أدعم الجبهة أما بالمقاتلين أو بالدعم المعنوي وغير ذلك من أشكال الصراع، دعم الصراع، هذا الصراع المفروض. طيب، يقولون إن استمر الوضع بهذا الشكل، وإن استمرت الخروقات الأمنية والعميقة للمملكة العربية السعودية، فإحنا قادمين على مرحلة خطيرة جدا. المرحلة الخطيرة جدا هي ما قبل رمضان، يعني قبل الهدنة، بالتأكيد لن يكون كما، يعني ما بعد رمضان عفوا، لن يكون كما هو قبل رمضان. زين، أنت الآن جاي تصرف، يعني بعض المصادر الرسمية تتحدث عن أكثر من 700 مليار دولار سعودي من السعودية طبعا خسائر في هذه الحرب العبثية التي شنوها على اليمن، والعداد يصرف يشتغل. شفتوا العمق السعودي مستهدف، شفتوا الأهداف العميقة، الأهداف داخل حيوية استراتيجية داخل المملكة العربية السعودية. هسه أنت تريد تحافظ على أمنك، تحافظ على اقتصادك، الوضع مختلف الآن. حتى المملكة العربية السعودية عندها مشكلة مع الولايات المتحدة في قضية النفط، وهي المملكة مش قاعدة تلعب لعبة خطرة، مش قاعدة تلعب لعبة الاستقطابات. يعني والله هم يدعمون سرا، يدعمون ترامب اللي راح على حساب بايدن، وحتى تلفزيوناتهم تسوي برامج تسخر من بايدن. هاي لعبة خطرة، ويرفضون زيادة الإنتاج فيما يتعلق بدعم موضوع الطاقة في قضية بعد الأزمة في أوكرانيا. أنت بحاجة إلى السلام، بحاجة إلى السلام، وهذا الأمر يخصنا إحنا العراقيين، لأنه لا يستطيع، هذا درس. لا تثق بالمملكة العربية السعودية. يجي مطرب عراقي، ما أريد أقول شيء آخر، مطرب يغني، كان يصفق الصدام ويحث ويدفع ويعبئ الناس للحرب ضد العراقيين وضد الإيرانيين، الآن يغني للمملكة العربية السعودية ويقول المملكة العربية السعودية وقفت إلى جانب شعبي، أعطتنا غاز وأعطتنا كهرباء، وأنا أعطيتك غاز وأنا أعطيتك كهرباء، وينسى آلاف المفخخات والانتحاريين. أنتم ما نسيتوا أكيد. في العراق سياسة الإلهاء مستمرة، صراع من أجل البقاء، بس أي بقاء؟ لبقاء حكومة السيد مصطفى الكاظمي. شوفوا أحبائي، هو إحنا ما نسينا حرق المستشفيات، وقبل كم يوم أيضا تم هنالك حرق لبعض المستشفيات في بعض المدن العراقية ومنها كربلاء. الآن في كربلاء هنالك هذه الأيام حركة من محاولات لزعزعة الأمن في المدينة المقدسة، النجفي أيضا، هاي قضية المراقد والأضرحة، هذه واحدة من مفاصل عمليات الإلهاء، استهداف، وحكينا دائما ونكرر باستمرار، استهداف القيم، استهداف المقدسات، تحطيم القدوة، تسطيح القدوة، تسفيه العمامة، بس في حتى الفن، احنا ماكو واحد يقول الفن حرام او الفن، ما نتحدث في المصاديق،
كل شيء فيه معصية حرام، كل شيء فيه رضا لله حلال. أحيانا أنت القرآن الكريم قرأته بطريقة ما ممكن تكون حرام. كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. الموضوع له علاقة بالنية وإلى علاقة بلعلكم تتقون، لعلكم تتقون. الأمر له علاقة بجئتكم، إنما بعثت، رسول الله يقول صلى الله عليه وآله وسلم، لأتمم مكارم الأخلاق. بس اللي قاعد يجري هاي اللي تشوفوها هسه، النوبة بلاتيقات جديدة، عودة فلان ورجع فلان وراح فلان وإجا فلان، وبعدين تبادل الاتهامات بين الإطار وبين التيار، منو اللي رجع علي حاتم لسليمان، ومنو اللي رجع رافع العيساوي، ومنو اللي يريد يرجع طارق الهاشمي، أوه من هالمال حمل جمال. لا أريد أنا أن أخوض في التفاصيل، لا أريد أن أدافع عن جهة، لا أريد أن أقول هذه الجهة هي التي جاءت بي. لا 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 لا، أنا أحكي لكم عن سياسة الإلهاء، تطويل الأزمة السياسية، هذا اللي يسمونه انسداد سياسي. يريدون يوصلوك إلى المجهول حتى بعدين أنت ترضى. حكومة طوارئ، فرض حالة طوارئ، والله بقاء السيد مصطفى الكاظمي، والله يقول إلى أن تشوفوا لكم حل. السلطة هذا الكرسي بيه لزاق، لزاق يلزق يلزق، يقعد عليه ما يقدر يقوم. هو هذا الكرسي مو قال له أخذت الذي بين عينيك، الابنة خليفة بني العباس، هذا الكرسي الملك عقيم، مو كل واحد يمتلك هذه الإرادة أو يمتلك هذا الإيثار وهاي يعني. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأهوك. من يقدر يواجه الهوى هو السلطة، الأنا، هذه كلها أزمات. وطبعا أنا ما أقول السيد مصطفى الكاظمي مسؤول عنها، لا لا لا، أنا الآن أتحدث عن الظاهرة، بس أكو جهات وراها اللي أصروا على مصطفى الكاظمي وجابوا، مع ملاحظة، وأريد أذكركم وأذكر الأخوة تحديدا في الإطار التنسيقي، إذا تذكرون الكاظمي عندما جيء به أو فرض عليكم وقع أو تعهد أو تم الاتفاق بينكم وبينه على 10 بنود، تذكروها زين، واحدة من عدن، واحدة من عدهن، ولا لا ينتخب ولا يرشح للانتخابات حتى لا يعاد انتخابه. فإذا نظرية أن يجدد له يجب أن تكون سالبة بانتفاء الموضوع، ماكو داعي، خلاص انتهى الموضوع. مو نجي ونخلق مبررات لبقاء الكاظمي وبقاء هذه الحكومة العليلة المريضة اللي قاعد تتجاوز على كل صلاحياتها التي لا تمتلكها، حكومة لا تمتلك صلاحيات قاعد تمارس صلاحيات فوق العادة، تبديلات في القيادات الأمنية، في القيادات الإعلامية، في القيادات الاقتصادية، عقد اتفاقات، هاي قضية أنبوب النفط والفلتة اللي طلعت، تذكروها حكت عنها السيدة حنان الفتلاوي فيما يتعلق بالله شلون تورطنا مع الأردن، عبالك هو ما جاء افتهم، هو العراق ملك من؟ ملك أشخاص يا ناس. هسه فاتحين النوبة ملف جديد، عودة السياسيين المدانين بالإرهاب. إذا كان الأمر يتم وفق مصالحة وطنية، وفق شروط، وفق إحقاق الحق، الحق، العدالة، العدالة المطلقة، تنفيذ العدالة الوطنية، هسه مو مشكلة، ماكو مشكلة، لا لا، بس مو تجون تخلقون أزمات في ظرف محدد ويجوا الآلة الإعلامية تقعد تشتغل،
اتهام لي في طرف، وذاك الطرف هم يبرئ نفسه يتهم طرف آخر، والناس حايرة حايرة ليش؟ لأن الهدف أكبر. إخواني أحبائي، كل ما يجري، هاي خذوها دائما قاعدة، الذي يجري في العراق الآن، أي حدث تشوفه بالعراق يصير وراء التطبيع. حكومة يجب أن تؤدي إلى التطبيع. شوفوا، قبل كم يوم اجت نائبة أو مساعدة نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق وإيران، اجت صرحت تصريح خطير جدا، مع كل الأسف ما حد التفت له. شنو هذا التصريح؟ هذه السيدة، هسه نعطيكم اسمها، تقول هي مسؤولة أمريكية رفيعة، تقول اسمها جينيفر جافيتو أو جافيتو، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون العراق وإيران. شوفوا الملف، تقول تدعو القوى السياسية العراقية إلى الإسراع بتشكيل الحكومة بالنص. قالت مسؤولة أمريكية كبيرة يوم الجمعة إنه يتعين، هسه مو يدعو، هاي جاي تأمر الأخت، يتعين على القادة السياسيين العراقيين الإسراع في عملية تشكيل الحكومة لدرء عدم الاستقرار. منو انتو بويا؟ مو تقولون احنا انسحبنا؟ وهذا طبعا من تحط هذا التصريح الى جانب التصريح اللي حكى عنه ذاك اليوم، قلت لكم ديفيد شينجر نائب وزير الخارجية الامريكي السابق في زمن ترامب، في مقال المهم والشهير في صحيفة ذهيل، ونقل كشف ان السفير الامريكي المنتهي سفارته ماثيو تولر يروح يلتقي بالأكراد، وتحديدا مع الزعيم السيد مسعود البارزاني، ويحذر، يقول يجب أن توحدوا صفوفكم مع الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني حتى تواجهون، تشكلون حكومة تواجه إيران، حتى لا يبقى ما يسميه هو بالنفوذ الإيراني. هذا يعني شنو؟ يعني ذولي لا يزالون يعتقدون أن العراق من وجهة نظرهم رهينة أمريكية، رهين، يصدرون تعليمات، سوي حكومة، شلون يسوي حكومة وانت مسوي لي تحالف إقصائي يريد بأي شكل من الأشكال أن يحذف القوى السياسية المخلصة الوطنية من المشاركة في العملية السياسية وفي الحكومة المقبلة. ليش حكومة جديدة تتشكل وفق المواصفات الأمريكية؟ ليش في نفس الوقت عندما تقوم القوات الأمريكية التركية عفوا بشن عمليات داخل الأراضي العراقية، في نفس الوقت ها ترتفع وتيرة أولئك الذين يتحدثون ضد إيران، مع ملاحظة هنالك، أنا أقول هناك تغيير حتى في اللهجة الأمريكية والأوروبية والغربية تجاه إيران. صحيح أكو شوية تعثر في موضوع البرنامج النووي الإيراني، يعني محادثات التي تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، بس لا، الدول الموجودة في المنطقة أبلغت، نقول حلفائهم، نقول عملائهم في العملية السياسية بتحول في موقفهم تجاه إيران، يعني في المقابل تجاه القوى التي تعمل داخل العملية السياسية وترفض نظام الهيمنة والسلطة الأمريكية وترفض بقاء القوات الأجنبية، يعني بين قوسين الإطار وجماعتهم وإخوانهم. وقالوا بعض السياسيين العراقيين من التحالف الثلاثي، قالوا دول عربية كانت تشجع إقصاء جماعة الإطار، الآن بدأت شوية تخفف من اللهجة وتغيير في اللهجة.
وهذا التغيير في اللهجة شنو يعني؟ إلى علاقة بكل التطورات اللي حكينا عنها في المنطقة وفي العالم. يعني لا يزال العراق رهن للتطورات الإقليمية والدولية. أخاك أخاك فمن لا أخا له كساع إلى الهيجا بغير سلاحي، والعاقل يفهم.